حبيتها؟ طيب كتير. طيب ايه؟ بس بشرفك اي اطياب، تبولتي ولا تبولتون؟ لا اذا هيك ما في مقارنة ابدا. صحيح هي التبولة هي طيبة، بس انت تبولتك كان في لها طعم مختلف، هيك البقدونس مع البرغل والبصل والبندورة وطرنشات الليمون والحمض والزيت، هيك صايرة كلها مع بعض مثل قصيدة. إذا كل هذا على التبولة، معهم حق أهلك يسموك جرير؟ إيه؟ الله يرحمك يا جرير ابن عطية الكلبي. أيوه حافظ اسمه ثلاثي كمان؟ طبعاً، شو بتتوقع لك من واحد أبوك كان يفطره ويغديه ويعشيه كل كم يوم جرير؟ طيب عن جد، ارجع قل لي هدول الأبيات الشعر اللي قلتهم عنا على العشاء. أنا وقتها حسيت إنك عم تقولهم إلي بس ما كنت متأكدة. حاضر يا ستي. يا أم زين جزاك الله مغفرة، ردي علي فؤادي كالذي كان، إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا. ولو أنه يعني عيوني ما لهم علاقة بالعيون الحور أبدا، بس مقبولة منها. ثم لم يحيين قتلانا. حبيبي تفضل استاذ. انا واقع بغرام هي الصبيه الحلوه وناوي اتزوجها. ان شاء الله مبروك يا عروس. شكرا، الله يبارك فيك. لازم ضيفكم حلو هلا. تعرف جرير، انا من اول ما تعرفت عليك حسيت كاني استمديت القوه منك. بعدين اكتشفت انه انت معك حق بنقطه كثير مهمه. أنا ما عم بهتم بحالي أبداً، ما عم فكر بحالي أبداً، كل الوقت عم فكر بكل اللي حولي إلا أنا. يمكن لأنه حابة ألعب دور الضحية، بس هذا الشيء فيه أنانية كتير، لأنه أنا كل الوقت عم ببذل جهد لحافظ على هي الإيمج، على صورة المرأة القوية المستقلة اللي دايرة بالها على بيتها وعلى ابنها، مع انه جوزها تركها بطريقه قاسيه كثير. بس هذا كله بده طاقه، كله عم يستنفذني وانا تعبت. هذا الشيء عم بيستنفذ مشاعري وروحي وعقلي. فجاه صرت اطلع ادور على زينة ما عاد لقيتها. وهلا؟ هلا انا بحبك. انا بموت فيكي. أنا فكرت بمشروع امرأة كالقمر. موافقة؟ عم تحكي عن جد؟ إيه، أنا موافقة إنه نتزوج كل واحد ببلد. زينة، أنا بحبك وبموت فيكي. اليوم أول ما أرجع على البيت بدي أحكي مع هاني بالموضوع. بعرف إنه صعب، بس أنا ما عاد رح خلي شي يوقف بطريقي، خلاص.